اسرار القهوة والطماطم. تفتيح وتوحيد لون البشرة، بجد هيخلي بشرتك صافية جدا، ما فيهاش ولا بقع ولا تصبغات ولا كلف ولا نمش. هيوحد لون بشرتك، هيفلتر بشرتك 180 درجة. القهوة من الحاجات اللي مليانة وغنية بالكافيين، هيفتح ويوحد لون بشرتك. كمان لو عندك اي تصبغات او بقع، من الحاجات المهمة والضرورية القهوة، لانها غنية بالكافيين. الطماطم غنية ومضادة للأكسدة، بتفتح البشرة وتوحد اللون وتقلل المسامات الواسعة، وكمان بتنظف البشرة جدا جدا. جربوها هتعجبكم. ما تنسوش تصلوا على النبي في الكومنتات وقولوا لي بتتابعوني منين. شيروا الفيديو لاصحابكم علشان يستفيدوا. اول حاجه هنا معايا الطماطم، والطماطم زي ما قلت لكم الحاجات المهمه والضروريه، لانها بجد بتنظف المسامات الواسعه، بتفتح البشره جدا، غنيه ومضاده للاكسده، مليانه بالفيتامينات المفيده جدا، بتوحد لون البشره. عندك اي تصبغات، اي اثر شمس، عندك كمان اثار حبوب، بجد من الحاجات الحلوه قوي. خدت طماطمايه وسط، وبعد كده ابتديت ان انا ابشرها. انا عايزه القلب بتاع الطماطم، فهنا لازم نبشر الطماطم كويس اوي، ومش محتاجين القشرة لان احنا هنصفيها. تمام كده يا بنات، بصوا هنا انا كل اللي كنت محتاجاه القلب بتاع الطماطم، القشرة دي انا مش محتاجاها، فهو زي ما قلت لكم من الحاجات المهمة جدا. هنا خلاص انا بشرتها، وهنا هبدأ انزل بقى الطماطم دي كلها. بصوا ما شاء الله طماطمية وسط عملت كمية قد ايه حلوة اوي اوي. هنا ممكن بقى تستخدمي الماسك على كده بالشكل ده من غير ما تصفيها خالص، براحتك خالص. انا بالنسبه لي بحب اصفيها علشان خاطر الحاجه تبقى معايا ناعمه وكريمه كده، ان انا اعرف افردها على بشرتي من غير اي تكتلات. هنا بالنسبه لي هصفيها، وانا يعني نصيحه او افضل ان انت تصفيها افضل بكتير علشان تستفادي بكل الفوائد بتاعتها، وكمان ما تبقاش كده مكتله وتقع منك من على البشره، فلازم نصفيها وده افضل بكتير. هنا هصفي الكمية بتاعتي. فوائد الطماطم بقى رهيبة، فيها فيتامين سي وفيتامين اي، وفيها انواع مختلفة من الفيتامينات زي فيتامين بي، فيتامين بي واحد وبي ستة، مليانة بمجموعة فيتامينات لا تعد، بجد حلوة جدا جدا. كمان بتقلل حروق الشمس، بتفتح البشرة جدا. إيه كمان من الحاجات اللي بجد حرفيا بتوحد لون البشرة، ومظهرها كده بيبقى في اشراق كده ونعومه، بترطب البشره جدا وبتقلل التجاعيد، بجد فوائدها لا تعد. بصوا حاجه كده تحفه قمر، فعشان كده بقول لك ده ماسك السحري بجد اللي تقدري تستخدميه لبشرتك، ولو داومتي عليه قسما بالله هتلاقي نتيجه خرافيه. هنا بقى انا ابتديت خلاص اصفي الطماطم بتاعتي. بصوا بقى البذر ده، فهو ده اللي انا بقول لكم عليه، تكتلات وبذر وحاجات من دي كتير، فده براحتك انت يعني، هي كده او كده هتشتغل، بس انا بالنسبه لي والافضل زي ما قلت لكم ان احنا نصفيه ويبقى صافي معاكي زي ما انت شايفه كده. تمام كده، هنا بقى هبدأ اضيف عليها معلقه من الشوفان، والشوفان من الحاجات اللي بتبيض البشره جدا، بتفتح البشره، من الحاجات اللي بتدي شد بشره، بتدي نعومه، بتدي نضاره، بتدي توحيد لون بشرتك، بتخليه كده صافي، بجد حلوه قوي. فالشوفان برضو حاجات مهمه. ممكن استبدل الشوفان، او ممكن تستبدليه بمعلقه من الدقيق، يا معلقه من دقيق الرز، براحتك خالص. فهنا ابتديت ان انا احط معلقه من الشوفان واقلبهم كويس، وهضيف عليهم معلقه من القهوه. وطبعا القهوه انا قلت لكم فوائدها كتير، من الحاجات اللي مليانه بالكافيين، كمان بيخلي البشره فيها اشراق كده وشكلها بيبقى حلو وصحي، بيزيل كل اثار الحبوب واثار الشمس واثار التصبغات. بصوا يعني من الحاجات اللي بتوحد لون البشره عموما، فالقهوه دي حاجه كده اساسيه في اي وصفه بصراحه، بعشقها لانها بتوحد لون بشرتك 180 درجه. هنا حطيت القهوه وقلبتهم لحد ما وصل معايا القوام اللي انتوا شايفينه ده، هضيف عليهم معلقه صغيره جدا من زيت الزيتون، وممكن هنا تضيفي معلقه من زيت جوز الهند لو انت حابه، مفيش اي مشكله. الزيت المتاح اللي بتحبيه وبترتاحي عليه في بشرتك ضيفي منه معلقه، مش شرط زيت انا بحطه يبقى هو ده اللي تضيفيه، براحتك خالص اي نوع زيت، اهم حاجه بس نحط الزيت علشان بيدي ترطيب قوي جدا للبشره، لان اي ماسك او وصفة طبيعية بتنشف وبتجفف البشرة. هضيف كمان معلقة من العسل، والعسل ده بقى كله فوائد، بيقلل حروق الشمس، كمان بيقلل الالتهابات البشرة، بيفتح البشرة جدا، بينعم البشرة، بيرطب البشرة، بصوا بيخلي البشرة كده قمر في قمر. حطيت معلقة صغيرة وابتديت ان انا ادمجهم لحد ما دابوا، وهركن بقى الخلطة دي كده على جنب، وهعمل بالقشر بتاع الطماطم اللي احنا صفيناه، مش هرميه طبعا، مفيش حاجه بنرميها، هنستخدمها سكراب
مؤشر حلو جدا 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 للبشرة. هضيف عليه معلقة من القهوة، ده تعملي بيه مؤشر تحفة خرافي، يقشر البشرة والجلد الميت كده قبل ما تستخدمي الوصفة بقى اللي احنا عملناها. شوفي الجمال والنعومة والنضارة، وكل ده من حاجات بسيطة جدا بحوالي 3 مكونات بس، قهوة وطماطم وحطينا معلقة شوفان بس كده، الموضوع انتهى. انا هنا قلبتهم وبقى ده القوام بتاع الاسكراب، وبصوا قوامه بقى ناعم. ممكن تضيفي معلقة سكر لو انت حابة، ماشي، لو انت حابة تضيفي معلقة سكر اوكي. انا بالنسبة لي كده الاسكراب والماسك بقوا جاهزين، تعالوا بقى نجربهم مع بعض. بصوا الاسكراب والقوام بتاعه، عايزة اقولك ده تحفة جدا جدا جدا، بيقشر الجلد الميت، بيقشر القشور اللي بتبقى في البشرة. إيه كمان لو عندك زي ما قلنا التصبغات والبقع، ده بيوحدها ويفتحها ويخلي البشرة كده فيها نضارة ونعومة. كمان لو عندنا اثر حبوب حية بينشفها تماما، الطماطم بتنشف الحبوب، كمان الطماطم من الحاجات اللي فعلا فعلا مضاد حيوي للبشرة. ده الاسكراب بتاعنا، ببدأ ان انا اعمل بيه حركات دائرية على البشرة لمدة 10 دقايق لحد ما احس ان البشرة بقت صافية وناعمة معايا. ببدأ اغسل وشي كويس جدا، وبعد كده برجع احط الماسك اللي احنا عملناه القمر ده. بصوا انا ده هنا القوام بتاعه، عايزة اوريهولك حاجة كده، والله قمر، شايفين القوام بتاعه؟ قوامه ولا تقيل قوي ولا خفيف قوي زي ما انتوا شايفين كده. وفي حبيبات الشوفان لو هي واضحه قدامنا، بصوا حبوب الشوفان دي بقى زي ما قلت لكم حاجه كده قمر. تعالوا نجربه، بفرده على بشره نظيفه طبعا بعد الاسكراب اللي احنا عملناه، وبعد كده ببدا ان انا اسيبه من ربع ساعه لنص ساعه لحد ما يجف معايا تماما. وده مهم جدا ان انت تسيبيه ينشف معاكي علشان خاطر البشره تتشربه، وكمان البشره تبقى خدت كفايتها من كل الماسك بتاعنا. وبعد كده ببدا ان انا اغسل وشي كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده، ده قوامه. اهم حاجة بقى بعد ما بعمل الماسك او اي ماسك حابة تعمليه طبيعي، اهم حاجة ترطبي بعدها. الترطيب مهم جدا مهم جدا مهم جدا، هتتجنبي جميع المشاكل اللي بجد ممكن تشوفيها في حياتك. ما تنسيش بقى تعملوا لي احلى لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان كل جديد يوصلك مني اول باول. ما تنسيش تشيري الفيديو لاصحابك علشان يستفادوا، وما تنسيش تصلي على النبي في الكومنتات وتقولوا لي بتتابعوني من اي بلد. باي باي.